تعالوا بقى نعمل اجمد قرع عسل بالبشاميل. اول حاجه انا عندي هنا قرع العسل، همقطعه ومقشره ومنضفه، واحط بقى على قرع العسل كوبايه سكر واسيبه على نار هاديه تقريبا لمده ساعه. وعلشان بقى نعمل طبقه البشاميل عندي هنا مكعبين زبده، سيحهم في الحله. اول لما الزبده تبدا تسيح ننزل عليها تقريبا 3 معالق دقيق واحده واحده كده واحنا بنقلب. وانا ما يتشوح الدقيق في السمنه ننزل اللبن واحده واحده برده واحنا بنقلب. وبعد كده بقى انزل كوبايه سكر وعليه رشه فانيليا، واسيب البشاميل بقى على نار هاديه على جنب لغايه لما يتقل. خلاص بعد ما القرع بتاعنا بقى دايب خالص بالهراسه بقى ونهرسه. اول طبقه في البايركس نحط فيها بقى قرع العسل المهروس ده، وبعد كده بقى نحط طبقه البشاميل دي على الوش، وبس كده ادخلها بقى الفرن لمده نص ساعه. تعالوا ندوق. حلو قوي الكلام ده.